صراحة احنا كنا معاه وكنا بطبيعة الحال كنا رجاويين في هذه البطولة، وكنا غادي نكونوا رجاويين اليوم ضد الفريق الرجاء البرازيلي. اللي جميل، اللي جميل من غير باستثناء التأهيل ديال الرجاء البيضاوي يعني المربع الذهبي، فأنا اللي عجبني بزاف وهي خاصة تعامل ديال اللاعبين خارج وداخل الملعب، والأسلوب اللعب والانضباط ديالهم داخل الملعب يعني خاصة في المباراة الثانية كان في مستوى عالي جدا، في مستوى رفيع جدا، بحال ماشي هذا ماشي 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 فريق يعني كيشارك او كينشط البطولة الوطنية، بل فريق عنده خبرة يعني دولية. وكيف قلت هذا يعني شرف لنا، شرف كبير بالنسبة لنا احنا كمغاربة. وصراحة اليوم انا غير نسيت مارك يمكن لي نجي لابس كرافاتة خضراء واخا انا ودادي يمكن نديرها لك غادي نمشي يمكن نديرها في العشية. بصورة القميص ديال الرجاء كيف قلت لك حنا ولو وداديين حنا مغاربه، والرجاء كتمثل المغرب والحمد لله كشرفات المغرب بشكل مدهش، وعندنا امل كبير باش الرجاء البيضاوي تدوز للمباراه النهائيه. علاش لا، كيدار لي دازت المباراه النهائيه ضد البايرن ميونخ ممكن تفوز بعد اللقب هذا.